بما ان احنا في رمضان فتعالى اقول لكم ازاي نخلي حد شكله ميت زي المشهد اللي شفناه في مسلسل المداح. وهنستخدم في الخدع ديت ثلاث منتجات بس. اول حاجه هنستخدم كريم اساس لونه فاتح جدا عشان يخلي بشرتنا باهته شويه. نوزعه بفرشه او بسبونش ونتاكد ان احنا وزعناه كويس عشان يكون وشنا كله نفس اللون. نستخدم بلاشر او ايشادو لونه احمر ونحطه تحت العين كده عشان يخلي شكلنا ميت. وروج بني او شادو بني ونحطه على الشفايف. وفي اف اكس بقى بسيط نعمل الشكل دوت اكن عيننا بتتغير. طب لو عاوزين العين يكون شكلها حقيقي اكتر هنستخدم عدسات كامله لونها اسود على العين عشان تخليها شكلها كده. صحيح ما تنساش تعمل لي فولو عشان هنكشف مع بعض كل الخدع اللي هتحصل في مسلسلات رمضان السنة. وده بقى الشكل النهائي. يقول لي شبه البنت اللي ظهرت في المسلسل المداح الحلقة الأولى ولا لا؟ اعمل بقى لايك للفيديو ومنشن لحمادة هلال. ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات اعمل لي بقى فولو. ها قولوا لي في مشهد تاني مش عارفين يتعمل ازاي.